بعد صومهم الأرباني أحيا مسيحيو فلسطين الذين يتبعون التقويم الشرقي أحد الفصح برفع الصلوات واستذكار قيامة السيد المسيح باحتفالات دينية واجتماعية وفق طقوس الكنيسة المشرقية. هذا العيد بعطينا أمل ورجاء إنه الألم والموت ليس له الكلمة الأخيرة، ولكن الكلمة الأخيرة هي الحياة والقيامة والحرية والاستقلال. أجراس الكنائس في الأراضي المقدسة قرعت وتليت التراتيل والأناشيد وسط حشد غفير من المؤمنين الذين لم تمنعهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة من ممارسة بعض الطقوس، فكان البيض المصبوغ وكعك العيد أبرز الحاضرين في العيد. أجواء العيد كتير حلوة، يعني الناس تجمع مع بعض، الأسرة كلها، الناس تيجي من أمريكا، بتيجي من جميع أنحاء العالم حتى يحتفلوا في هذا العيد، يعني إنه المسيح قام وإن شاء الله بعم السلام والمحبة بقلوب الناس قبل أي شيء. عادة عندنا في فلسطين يكون في القلب غصة مستديمة نتيجة الاحتلال. في العيد الكثير من الأمنيات، لعل أبرزها هذا العام ما يتمناه مسيحيو فلسطين بأن يحمل العيد القادم السلام والخير والتسامح لكافة شعوب المنطقة. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال، فارس المالكي من الأراضي الفلسطينية.